قطع الكهرباء عن المقر اللي كان فيه التصويت الخاص بأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك تهشطف أحمد دياب، وحضرتك بتدي فلوس الوزارة لنادي الزمالك عشان يفرقوا بيها أكل ومواصلات وأتوبيسات، لوين الملعب بدمانة يا عم، أنت كنت بتاع على الجبهة بتحارب يا عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. طفوا النور يا بهية، ها علشان يبوظوا الجمعية العمومية. محمد منير له أغنية طفوا النور يا بهية، مش عارف إيه حرامين، لكن أنا بقول طفوا النور يا بهية علشان يبوظوا الجمعية العمومية في نادي الزمالك. لكن قبل ما نتطرق لأزمات نادي الزمالك بمناسبة الفيديو المنتشر بخصوص منع أحد عمال النظافة من دخول محل كشري، بيقولوا يقف بره عشان اللبس بتاعه مش عاجبه، وده شرف لأي حد يعني. يا أخي أمال لو دخل محل كافيار لما كنتش كشري الأكلة الشعبية بتاعت ده، أنتوا حاجة غريبة والله يا أخي. لكن بمناسبة عمال النظافة اللي على رأسنا جميعا ومهنة شريفة، وأنا شايف إن إحنا مش هنشيل ولا هندعم، لأن ده الطبيعي، الناس دول جزء مننا زيهم زي الطبيب زي المهندس، بيكملوا بعض بنكمل بعض زي ما قلت قبل كده في فيديو سابق يعني. لكن في لاعب دييجو ريباس لاعب نادي فلامينجو البرازيلي بعد ما فرقته فازت بكاس البرازيل لم كل عمال النظافه الخاصين بملعب ماراكاتا او ماراكانا في البرازيل، جابهم كلهم وقف معاهم بالكاس وتصور استوب. للاسف الشديد النماذج الطيبه دي يعني المفروض تخرج من عندنا. وانا في ناس تقول لك انت تاخد ده حكر، ديني بيقول لي عليك، بيقول لي كده اصولي وتربيتي وعاداتي وتقاليدي، بيتكلموا على رب النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربيين وعجميين الا بالتقوى والعمل الصالح، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. الصوره ملهاش، وقلبك ومعاملتك اخلاقك هي اللي بتحكم. المهم عشان ما نطولش تاني في هذا الامر، فكان موقف رائع من هذا اللاعب في البرازيل. الكابتن المحلل الرياضي الكابتن خالد بيومي بيشيد بالنادي الاهلي وبيتكلم عن حجم جماهيريه النادي الاهلي في الوطن العربي من خلال بوست او تويتر ليه على تويتر. قال بنك ابو ظبي مصر الاماراتي، بنك اف اي بي الاماراتي واتصالات المصريه، الاول احد اكبر بنوك الوطن العربي والإمارات، والثاني أكبر شركات الاتصالات في الوطن العربي ومصر، هما الراعي الرسمي للنادي الأهلي، إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي ودليل على قيمة وحجم جماهيرية النادي الأهلي في وطننا العربي الجميل، مبروك. ده إن دل أو ده أبلغ رد على كل واحد بيضحك على الجمهور ويقول لك النادي شعبيته، النادي الأهلي شعبيته في مصر أكبر لكن بره شعبية النادي التاني أكبر يعني. طب لو شعبيتك بره في الخليج أكبر، بتوع الخليج وشركات ما جاتش تدعمك ليه؟ ده أنت هتبقى بتسوق ليهم بره في وسط ناسهم لكن جاي ليه؟ جاي للأكثر شعبية. وكمية صياح غريب من قبل بعض اللي مش عارفين يعني إيه رعاية أو بتيجي إزاي، يقول لك إيه؟ ازاي شركة اللي مش عارف ايه تروح للنادي الاهلي وانا بطل الدوري؟ خليها تروح وانت بطل الدوري. 70% من الشعب المصري الصبح يقول لك قاطع الحاجة الفلانية، خسر هيتنفعوا انت تاني وتالت. قلتها عندكم رجال اعمال زملكاوية، خلي حد كده يجي يبقى راعي ليكم يعني. ها هم الناس اللي بتتكلم يقول لك ايه، الناس اللي بيقول لك زملكة مش عارف ايه الدولة واكبر عقد رعاية هو للنادي الاهلي، ايه علاقة الدولة بعقد رعاية النادي الاهلي؟ ده بالعكس الدولة هتستفيد من النادي الاهلي بعقد الرعاية. ها يعني النهاردة الاهلي جاي له 2 مليار، اما النادي الاهلي يتاخد منه مثلا 20% من قيمة عقده يبقى مثلا 400. ده انا بتكلم ده ال 2 مليار دول الصافي مبلغ وهم بياخدوا نفسهم 20% من 2 مليار يبقى 400 مليون، وانت لما يجي مثلا نص مليار يعني 500 مليون، ال 20% بتاعته مثلا حوالي 100 مليون، انت جاي لك 500 هو هياخد 100، انا جاي لي مثلا خد منه 400 وانت خد منك 100، يبقى مين اللي افاد الدوله اكتر انت ولا انا؟ ها يبقى الدوله، هو انت بتكلمه الرعايه وانا مش هقابله كان الدوله بتدي، لا ده اللي خدت من الاهلي اداها اكتر ما انت اديتها يا صديقي العزيز يعني. اتمنى ان انت تفهم الموضوع بشكل جيد يعني.
بالنسبة لنادي الزمالك، وقبل ما اتكلم برضو عن نادي الزمالك عايز اتوقف عند اللي حصل في الجماعة العمومية عن نادي في نادي الزمالك. تم اطفاء او قطع الكهرباء عن المقر اللي كان فيه التصويت الخاص باعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك للتصديق على الميزانية ومحاولة وانتخاب نائب للرئيس اللي محدش عارف مين انتخبه ايه، لكن مرتضى منصور اشاد بالناس انهم ما راحوش وقال لك المفروض النصاب القانوني يكون 7 أو 8، فاللي حضر 4 في الجمعية العمومية وجا لهم الشكر. لكن كافة الأشياء السلبية حصلت في هذا التجمع الخاص بالجمعية في هذه الجمعية العمومية، لو حضراتكم حطوها في أقصى مكان في نادي الزمالك، كان في ناس بتتوه الأعضاء عشان ما يوصلوش، وصل الأمر إلى قطع الكهرباء عن مقر التصويت للجمعية العمومية لنادي الزمالك. هل الوزير هيتدخل؟ هل هيقول لك تتعاد؟ هل هيتم فتح تحقيق؟ هل هيتم محاسبة المخطئ في المشمش؟ يا سي مشمش كما قال حسن عابدين وفردوس عبد الحميد. يعني بالنسبة لنادي الزمالك، مرتضى منصور بيزف بشرى لجماهير نادي الزمالك مكايدة في النادي الأهلي، وخاصة بهذه البشرى بتذاكر المباريات. قال لك سعر تذاكر مباريات نادي الزمالك 20 جنيه لا 50 ولا 70، 20 جنيه. وهنتكلم مع احمد دياب، وبالمناسبه في القناه كان منتظر بيقول لك اعمل شوف احمد دياب، كلم احمد دياب يعمل مداخله عشان يكلمه وبتاع، فانا كنت منتظر مداخله احمد دياب علشان زي ما بيقولوا بالبلدي كده كنت هشطف احمد دياب. انت اتكلمت، والمفروض اساسا ان النادي الاهلي يتكلم والاعلام يتكلم ويوجه رساله لاحمد دياب رئيس رابطه الانديه، انت فين يا احمد يا دياب وفين لجنه الانضباط من محاسبه مرتضى منصور والتجاوز في حق المسؤولين في الانديه الاخرى والتجاوز في حق التحكيم واللي بيرهب التحكيم وهجومه على نادي الامر الدوله بالامس وهو حكم المفروض يعني يتم حمايه الحكام، وانت قلت في لجنه انضباط هتبقى تحت رعايه او تحت مظله رابطه الانديه وهتحاسب الجميع، يعني هتحاسب الجميع، بيحط جمله كده في اللائحه باستثناء مرتضى منصور يعني، لكن ما عملش المداخله احمد دياب. لكن زي ما بقول لحضراتكم مرتضى منصور لم يكتفي بتخفيض تذكره حضور جماهير نادي الزمالك 20 جنيه، وقال لك لا ده السفريات خارج نادي الزمالك كمان بالاتوبيسات مجانا والاكل والشرب والوجبات على حساب نادي الزمالك. السؤال هنا اللي بوجهه لوزير الشباب والرياضه، كيف لنادي يملكه الدوله ونادي في عجز مالي كبير ونادي مديون للضرائب والتامينات وحضرتك دعمته ب 100 مليون جنيه يا معالي الوزير، ها يتم عمل هذا بدفع اتوبيسات واكل وشرب للناس علشان تروح تشجع؟ حضرتك طلعت مع عمرو اديب وقلت دفعنا 100 مليون لنادي الزمالك دعم نادي الزمالك، وحضرتك بتدي فلوس الوزاره لنادي الزمالك عشان يفرقوا بيها اكل ومواصلات واتوبيسات للجماهير يا معالي الوزير؟ هل مرتضى منصور بيتصرف بهذا الامر كانه عزبه هل هذه المبالغ من جيب مرتضى منصور؟ ها دي فلوس الشعب، ان الزمالك نادي يملكه الدوله، دي اتبع الدوله معالي الوزير، يعني انت فين من هذه المهازل؟ طبعا بيتكلم اللي يقول لك ايه مش مشكله ان الاهلي عامل 100 جنيه بالجمهور، وطبعا احنا عارفين ان كان في حصل غضب من الجماهير والنادي الاهلي قال هيتكلم مع الرابطه بخصوص او تذاكر عموما كالنادي الاهلي اتكلم فيما يخص المباريات الافريقيه، المباريات الافريقيه هيبقى كان سعرها 100 جنيه فتم تخفيضها، لكن فيما يخص الرابطه والنادي الاهلي بينسقوا مع بعض حول تذاكر المباراه، واعتقد ان هيتم تخفيض هذا الامر مباريات الدوري. فمرتضى منصور بيقول لك هنخفض وليش علاقه بالنادي الاهلي، نوع من انواع هو متصور انه هيحرض جماهير النادي الاهلي على نادي الزمالك على الكابتن محمود الخطيب، وهذا امر ليس لن يكون ابدا. الجمهور يعشق الكابتن محمود الخطيب، والجمهور عارف الكابتن محمود الخطيب بيعمل ده لمصلحه النادي الاهلي مش للشو، مش علشان الناس تقول لك ولا يوم من ايامك، لا مصلحه النادي الاهلي عند الكابتن محمود الخطيب اهم او فوق من اي اعتبار. طبعا الونش واصابته هيسافر اللي يعمل عمليه بالخارج، ربنا يشفيه اللهم امين يا رب العالمين. مرتضى منصور اتكلم على ان اللي بيحصل ده سحر وشعوذه، وهاجم النادي الاهلي لتصريح لعبد الحميد حسن مذيع قناه النادي الاهلي من 4 سنين، هو حاليا مش مذيع قناه النادي الاهلي، طالع بيتكلم الولد ده بيشتغل في قناه النادي الاهلي ازاي، مصطفى يونس ما بيشتغلش في قناه النادي الاهلي، مصطفى يونس قال له لا ده لعب ماتش ونص في النادي الاهلي واحنا اللي يعني روينا الملعب بدمانا، يا عم انت كنت بتاع على الجبهه بتحارب يا عم، انت يا عم مصطفى يعني. فبيتكلم وللجمهور كان الجمهور في غيبوبه، هذا عبد الحميد حسن بعيد عن قناه النادي الاهلي من يجي سنتين او ثلاثه،
بيتكلم الجمهور كأنه ده حاصل اليومين دول على قناة النادي الأهلي، يقول لك احنا لما بنيجي نتكلم عن السحر وبتاع، حضرتك يا أستاذ مرتضى رئيس نادي الزمالك، يعني الزمالك لما بتتكلم كأن الزمالك هو اللي بيتكلم، مذيع عبد الحميد حسن على قناة النادي الأهلي بيعبر عن رأيه، مش بيعبر عن رأي مجلس إدارة النادي الأهلي ولا بيعبر عن رأي النادي الأهلي. يعني في نفس السياق اتكلم مرتضى منصور عن كان هاجم بالأمس الكواليني وهاجم الجماعة، هاجم حاتم بطيشة، لكن خالد لطيف جنبه، ده صديقي وصديق عمر النهارده بقى، وقال لك ما تزعلش مني يا حاتم ان انت زملكاوي، بس طلعت جت فيك كده وبتاع. فخالد لطيف ما ده صديق عمر، طب كنت فين يا صديق عمر امبارح وهو بيتشتم وبيتهزق على قناة نادي الزمالك؟ لكن المصلحة بتحكم زي ما بيقولوا. الغريب في الامر ان في صلاح حسب الله ولا عمل مداخله وبيتغنى بمرتضى منصور واسلوبته باسلوبه ووطنيته والطريقه اللي بيتكلم بيها، وان هو بالقيم والعادات وبيدافع عن الاخلاق، وبيطالب الكابتن محمود الخطيب انه يتقدم باستقالته، وبيقول ان احنا تعاطفنا معاك يا محمود الخطيب لانك انت مسافر بره للعلاج، لكن انت دلوقتي موجود في السعوديه يعني مش للعلاج، تفرق ايه مع بالنسبه لك او بالنسبه للجمهور تعاطفك معاه من عدم يعني. ثم ان الراجل راح يعمل تحاليل وفحوصات طبيه وراح يدعم فرقته في السعوديه، هل هذا يحسب ليه ام يحسب عليه يعني؟ لكن هل انت مصور الراجل يفضل نايم في السرير علشان حضرتك تبقى مبسوط؟ هل خروجه ووقوفه على رجله كده ازعجك؟ نتمنى انه يزعجك مدى الحياة. والله حاجات غريبة الواحد بيشوفها على الشاشة. يعني في نفس السياق فرج عامر اتكلم عن الكابتن محمود الخطيب، قال لك الخطيب وراء كل إنجاز بيحصل في الأهلي، الخطيب مش بخيل وما يضحكش عليه، أنا فوضته مرات ومرات، محترم أمين ملتزم راجل في كل كلمة، حدود ومصلحة الأهلي وبس، له حضور وله كرامة وأدب وأخلاقه يجعلك تحترمه وتقدره وتعمل حسابه. ده كلام فرج عامر. رضا عبد العال بيتكلم عن لاعب نادي الزمالك حسام عبد المجيد وخروجه زيه زي كل الاعلام، خروجه من معسكر منتخب مصر الاولمبي علشان يبقى موجود في مباراه السوبر، وبيقول الزمالك عنده مباراه مهمه ومباراه بطوله، والزمالك من حقه يحتفظ باللعيب بتاعه، ولو الاهلي كنا هنقول هذا الكلام، الاهلي كان على فكره في بطوله كاس العالم وما قلتش هذا الكلام، الاهلي كان عنده مباراه مع ايسترن كمباني في المباراه وديها للمنتخب وما قلتش هذا الكلام، وميدو ضارب غطس، لكن الاعلام كله قالب مخافي كلمه الوطنيه، ما بيردش كلمه الوطنيه مع منتخب مصر في قضايا مع نادي الزمالك، الوطنيه تحضر فقط في اي ازمه او اي شيء مرتبط او في تضارب المصالح ما بين النادي الاهلي والمنتخب نستدعي كلمه وطنيه، لكن وطنيه بتغيب في اي ازمه ما بين نادي الزمالك والمنتخب وتضارب المصالح بينهم وبين بعض. يعني كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وفي النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.